يعني يبدو أن المادة أصبحت لها لقب آخر وهي سوبر، يعني مادة فعالة وتستخدم لكل شيء. أول شيء، ما تركيبتها الكيميائية؟ اللي يعرف أنها هي مادة كيميائية. هي أول شيء صباح الخير للمشاهدين، صباح الخير. وفي عودة كبيرة للعلاجات الطبيعية بالعالم. صحيح. هاي العودة بلشها الطب الوظيفي أو الفانكشنال ميديسن، يلي هو عبارة عن ثورة طبية كبيرة. بس أهم شيء نعرف نستعمل أي مادة طبيعية نستعملها بمحلها، مش نقول أنه طبيعية يلا let's try وأنه it's safe. مش دايماً safe، وأحياناً مخاطرها كتير كبيرة. بالضبط. أنا أعرفه كمان ممكن تتفاعل يعني مع أشياء أخرى، يعني أنا أعرفه كمان يعني يستخدموه للتنظيف الأفران ويحطوا معاها الخل وتتفاعل فيها تنظيف أسنان واللثة. بس لما نعرف البيكنج سودا هي او الصوديوم كربونات هي ماده موجوده بجسمه بيفرزها البنكرياس باهميه الهضم. طيب. هي ماده طبيعيه مثل ما بيفرزها الجسم هو داخليا. بس لنعرف اول شيء هالتركيبه هيدي لازم نعرف انه الجسم بيتفاعل مع في شيء اسمه اسيديتي بجسم الأسيد. بتجي من تفاعلات تقليديه ميتابوليزم. ولما الصوديوم بايكارب او البيكنج سودا هو بيطفي هالاسيديتي. احيانا لما تزيد الاسيديتي الجسم يفرز اسيد زياده عن اللزوم، which is risky، يعني هيدا شيء له مخاطر طبيه. بدنا نجي مين يطفيها، مثل المي عم تطفي النار. لازم ناخذ هيدا التشبيه. يعني اليوم نستعملها بالاكزيما مثلا، تم استعمالها على الجلد او تم استعمالها على رائحه العرق. العرق نعم. ليش؟ لانه عم نجي عم نطفي اسيديتي عم تجي من افرازات بكتيريا معينه او التهابيه معينه، عم نطفي هالنار اللي عم تطلع. مزبوط. بس مين اللي طلعها للنار؟ يمكن مش هون العلاج. لان هي عم تخفف بعض العوارض وليست علاج، منا عم بتفوت على الروت.